ساعات كتير طلعت عليكي لما انفصلتي عن زوجك الفنان سناء شافع، واتقال ان انتي انفصلتي بسبب الخيانة، ان هو خانك. ده حقيقي؟ لا 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 لا، بصي زي ما قلت لك الجواز نصيب والطلاق نصيب، وهي اتجوزها من الاول ما كانتش يعني ترتيبتها. انت اتجوزتي وانت في ثالثه معها؟ استاذي واتبهرت باستاذي وكل الكلام ده. وهو كان حبه مراهقه يعني؟ حب ابهار يعني، بتنبهري، وخصوصا هو استاذ الطلبه كلهم بيحبوه. فهو حصل كده. وبعد كده لان الفرق كان كبير قوي. كان كام سنه؟ كتير، فوق ال 20 سنه؟ فكان ال يعني الاتموسفير والناس اللي حواليه جو غير الجو بتاعي. فما قدرناش. انتوا عشتوا مع بعض كام سنه؟ يعني عدد صغير، 5 سنين؟ لا لا لا، اقل اقل. جات لك عقده من الرجاله شويه؟ لا خالص. لا مش مع قعدتي بعديها يعني؟ لا بعديها بسنتين اتعرفت على شريف يحيى الله يرحمه. الله يرحمه. واتجوزته وعشتي تاني. وشريف يعني شريف في الاوقات اللي هو علاقتنا حلوه فيها احسن راجل في الدنيا قابلته في حياتي. لما بتفتكريه الله يرحمه ايه؟ مش انا، ومايا. مايا بتحبه جدا. يعني هو كان بيسميها دامبو عشان هي صغيره كانت قلبوزه. يعني مايا لما هو توفى هي هي كانت بتعيط عليه بالدموع. هي بتحبه حتى يومنا هذا. تقول لك انكل شريف ده حبيبي، انا حسيت معاه بالحنان، انا كذا. حتى يومنا لما هذا لما بتفتكريه بتقولي له ايه؟ بقول الله يرحمه الله يرحمه. اتجوزت عن قصه حب سنين طويلة قبليها ولا لا؟ أول ما تعرفتي عليه اتجوزته على طول؟ لا، احنا يمكن كنا بنعمل فيلم اسمه البحث عن طريق آخر. هو كان مخرج؟ هو كان مخرج. وفي شهرين واتجوزته. كل حاجة بسرعة. الأسود في حياتك مش كتير، وإحنا ما لقيناش حاجات سودة كتير، فخلصنا الأسود وهنروح لفقرة الحكاية. أوكي. هنروح لفقرة الحكاية علشان نشوف أنت النهاردة عشتي تجربة صعبة. انتي سيدة جميلة وامرأة جميلة.